بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. محاضرتنا ال nursing management of patient with surgical problem, ال perioperative nursing. المحاضرة will be presented by ميرفت ممدوح, مدرس بقسم التمريض الباطني الجراحي, Faculty of Nursing, Cairo University. Perioperative nursing. قبل ما نتكلم ايه هو الـ Perioperative Nursing, خلينا نعرف يعني ايه surgery. وكلنا عارفين surgery يعني operation, يعني عملية. definition بتاع surgery: assembly any procedure performed للhuman body that uses an instrument to alter or cut a tissue or organ. وطبعا الام بتاعها is for treatment او curing او علشان control اي disease. طيب ايه هي ال perioperative nursing, what is meant by perioperative, يعني ايه الترم بتاع ال perioperative ده. simply ال perioperative is a term أو terminology used to describe the entire span of surgery, يعني مرحلة السيرجري كلها, including what is before, during and after, قبل وأثناء وبعد ال operation أو السيرجري. يبقى الترم على بعض كده ال perioperative includes ال entire span أو time ال of surgery, سواء كان قبل العملية أو أثناء العملية أو after the operation أو بعد العملية. طيب إحنا عرفنا الترم اللي هو perioperative, معنى كده إن من ال definition أنا عندي phases, أنا قلت قبل وأثناء وبعد. يبقى هي الفيسز بتاع perioperative nursing care. عندي preoperative اللي هي before قبل surgery, وعندي intraoperative اللي هي during أثناء, وعندي postoperative اللي هي بعد العمل. طيب تعالوا نشوف الديفينيشن بتاع كل فيس عندي موجود ايه. البري او البري اوبرتيف اللي هي قبل العمليه, it is a period of time from when the decision for surgical intervention is made to when the patient transfer to the operating room. يعني ايه؟ يعني هي البيريود او الفترة من بداية ما يتقال ان العيان ده هيتعمل له عملية او هيتعمل له surgical intervention لغاية ما وصل العيان transfer the patient to the operating room تيبل, لغاية ما وصلوا للترابيزة او التيبل بتاع الاوبريشن. دي البيريود بتاعت البري اوبرتيف اللي هي بيفور سيرج. What about intra operative? Intra قلنا يعني ايه؟ يعني during. It begins when the patient is transferred or to the operating room table and ends when he or she admitted to the recovery او post anesthesia care unit. يعني ايه؟ يعني هي الفترة من أول ما يبدأ العيان العمليات وهو على التيبل بتاع العمليات لغاية ما تخلص العملية ووصل العيان للبوست أنستيزيا كير يونت اللي هي الريكفري أو الإفاقة, غرفة الإفاقة أو الريكفري روم. بوست أوبرتيف اللي هي بعد العملية, الفترة اللي بعد العملية, ودي it begins with the admission to the post anesthesia care unit and continues until the patient receive follow up evaluation, يا إما العيان يروح بيته يا إما العيان يروح على another يبقى ال post بتبدأ من إمتى؟ من أول ما يوصل العيان ال post anesthesia أو ال recovery يونت او الريكفري روم لغاية ما العيان يروح بيته او يروح على اليونت ويكمل, وبعدين يروح يعمل ريهابليتيشن كير او يروح بيته سليم معافي ما فيهوش اي حاجة. يبقى احنا عندنا 3 فيسز للبيري اوبرتيف نيرسينج. عندي بري اوبرتيف, انترا اوبرتيف, وبوست اوبرتيف.
هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. نبدأ بأول واحدة وهي الـ Pre-Operative Nursing Care، وقلنا دي الـ Process أو الـ Period اللي بتبدأ من ساعة ما نقول إن العيان ده هيبقى هيتعمل له Surgery أو في Surgical Intervention لغاية ما يوصل لغاية الـ Operating Room أو الـ Operating Table. طبعا النورسينج كير او السكوب بتاع النورسينج كير في الفتره دي ان انا باخد بيز لاين داتا وانفورميشن عن العيان، وبعمل مع العيان بري اوبرتيف انترفيو، وباخد شويه هيستوري من العيان. ايه تاني من الكير او النورسينج كير في الفتره دي اللي هي البري اوبرتيف نورسينج كير؟ اول حاجه لو هنقسمها، لو هنبدأ بالبري ادميشن تيستينج، يعني قبل، يعني خلينا نقول العيان ده جه العيادة، جه الامرجنسي، جه المكان اللي بدأ فيه وخلاص في ديسيجن ان احنا نعمل عمليات او عملية للعيان، وهندخله اليونت لغاية ما نحدد له موعد العملية. فايه هي بقى البري ادميشن تيستينج؟ قبل ما اعمل له ادميشن ايه المفروض اعمل؟ اول حاجة بيقولك initial pre-operative assessment، بقعد مع العيان باخد منه داتا، بعرف اسمه، بعرف عنوانه، بيشتغل ايه، سنه ايه، كل دي باخد شوية information، demographic information عن العيان، و initiate teaching appropriate to the patient needs. بس بعرف طبعا العيان في الوقت دوت اول ما بيتقال له هيتعمل لك عملية او هتتحجز او اي حاجة بيبقى عنده شوية anxiety وبيبقى عايز شوية information، فبدي العيان شوية information ليه انت هتتحجز وايه نوع العملية والكلام ده كله. وطبعا وانا بكلم العيان لازم involve الفاميلي in interview بتاعي، الفاميلي member او relatives اللي جاي مع العيان، عشان هو كمان لازم يفهم الدنيا فيها ايه. verify completion of pre-operative testing، طبعا قبل اي عمليات بيبقى في شوية تيستينج او لاب انفستيجيشن لازم تتعمل، بلاد سامبلينج وعينات بتتسحب وبتتعمل، لازم اتأكد ان الحاجات دي اتسحبت او اتعملت للعيان. verify understanding of surgeon specific pre-operative order، لو في اي اوردر قبل ما العملية تتعمل، اذا كان هعمل العيان انيما، هعمل العيان هيتعمل له شاور، هيعمل اي باول بريباريشن قبل ما يخش العمليات، لازم اتأكد ايه هي الحاجات اللي هعملها قبل ما العيان يخش العملية. assess patient needs for post operative transportation and care، طبعا بحدد طبعا نوع العملية، حسب نوع العملية بحدد العيان ده محتاج انه بعد العملية يمشي على رجله ولا لا، اجيب له ويل تشير ولا ترولي ولا ايه، علشان اوصله للورد او اليونت اللي هيروحها بعد العملية. يبقى simply كده الـ pre-operative assessment بيكونسنتريت على ايه وبيركز على ايه؟ بيركز على الـ lab investigation والـ diagnostic study اللي المفروض يعملها العيان قبل ما يدخل العمليات، من ضمنها الـ blood test والـ chemistry والـ ECG علشان نشوف الـ heart بتاع العيان، وكل حاجة تخص الـ lab investigation. باخد من الـ patient history وبحضر الـ patient، بعمل له preparation، بأسس الفيزيكال نيز، يقدر يتحرك، يقدر يمشي لوحده، يقدر يرجع لوحده بعد العملية ولا ايه الدنيا هتبقى ايه. وطبعا منساش ابدا السايكولوجيكال نيز بتاعت العيان، عشان كده بقول انا لازم اشرح له واشرح للفاميلي واقول لهم ايه البروسيجر اللي هتتعمل وايه اللي محتاجينه والدنيا هتمشي ازاي. طيب ايه بقى ان انا محتاجة اتكلم عنه او اعمله as a nursing care لما يحصل admission لليونت؟ دلوقتي العيان خلاص هيروح اليونت وهي admitted، برضو نفس الكلام، بكمل الاسسمنت بتاعي، ولو كان في شيت للاسسمنت بملاها،
بشوف وانا بلاحظ العيان اذا كان في اي ريسك فاكتور ان ممكن يحصل له كومبليكيشن، لو العيان ده دايبيتيك، لو العيان هايبرتنسيف، فابقى عارفة وعاملة احتياطاتي ان الحاجات دي لازم تتعالج قبل ما يخش العمليات علشان ما يحصلش كومبليكيشن. بعمل ريبورت ان اكسبكتد فايندينج اور ديفيشن فروم نورمال، لما يجي تحاليل العيان وفيها اي مشكلة او في ابنورمال لازم اعمل ريبورت للدكتور على طول. نمبر 4 ان بعمل فيريفاي ذات اوبريتيف كونسنت هاز بين ساين. طبعا معروف قبل ما العيان يخش اي عملية في حاجة اسمها كونسنت فورم لازم يمضيها، اللي هو اقرار بالموافقة بالعملية، والكونسنت فورم ده لازم العيان يمضيه او اقرب حد للعيان. لو العيان ما يقدرش يعني يركز، او العيان طفل، او العيان unconscious، اقرب حد ليه يمضيه علشان طبعا يبقى معروف العيان عارف انه داخل يعمل عملية، ما يجيش بعد كده يقول لا انا ما كنتش عارف، ما حدش قال لي، انا ما كنتش عارف ان ايه اللي هيتعمل. فمهم قوي قوي ان اعمل الكونسنت فورم دوت، وفي الكونسنت فورم لازم بوضح للعيان نوع العملية واسمها وايه ممكن يكون الكومبليكيشن بتاعتها. coordinate the patient teaching with other nursing staff. طبعا انا ما بشتغلش لوحدي مع العيان، انا بشتغل مع nursing staff، فطبعا بعمل communication وبدي report للنيرس اللي بعدي، والنيرس اللي بعدي بتدي اللي بعدي، علشان يبقى في coordination لل teaching. بريكورد ال teaching اللي انا اديته بحيث ان زميلتي تيجي تكمل عليا وهكذا، بحيث ان يحصل continuation لل teaching او لل nursing intervention، ما يبقاش فيه repetition و redundancy. ايه تاني؟ بعمل reinforce لل previous teaching. يعني زي ما قلتلكو كل واحد فينا as a nurse بيبقى عارف النورس اللي قبله ادى ايه، فانا بكمل عليه، فبعمل reinforce لل teaching اللي العيان اخده. بعمل explain لل phases of perioperative period and expectation، بفهم العيان ايه اللي هيتعمله pre قبل السيرجري واثناء السيرجري، ايه اللي هيحصل والدنيا بيبقى شكلها ايه، وبعد ما يخرج من العمليات الدنيا بيبقى شكلها ايه. يبقى انا بدي العيان complete information before و during و after السيرجري. answer patients and families questions. طبعا في الفترة دي زي ما قلتلكو العيان والفاميلي بيبقوا anxious وقلقانين، والعيان مش عارف ايه العملية اللي داخلها وهيخرج منها سليم ولا هيخرج ايه، الدنيا عاملة ايه، فلازم بيكون عنده questions كتيرة، فمهم جدا ان انا I have to answer the patients and families questions. وطبعا بعمل develop plan of care based on the problem and needs بتاعت العيان بتاعي. طيب دلوقتي it's a time ان انا اودي العيان للاوبريشن. في حاجة اسمها holding area، يعني انا باخد العيان من الورد ووديه الاوبريتنج روم، في مكان كده بيستنوا فيه لغاية ما تبدأ العملية، ودي بسميها holding area. في holding area انت وظيفتك ايه كنورس، او وظيفتي انا كنورس ايه، ان انا باسس البيشنت ستاتوس، بعمل باخد له الفيتال ساينز، بشوف العيان لو عنده بين، بشوف النيوتريشنال ستاتوس بتاعه، بشوف الشارت الملف بتاعه كامل ولا مش كامل، تحاليله كلها اللي قبل العمليه اتعملت ولا ما اتعملتش، اتاكد ان اللي هو الكونسنت فورم موجود، اتاكد ان هو ده العيان اللي هيعمل نفس العمليه، بايدنتيفاي البيشنت واساله انت عم فلان، يقول لي اه، واتاكد من الاسم ثلاثي. بتاكد طبعا نوع العمليه مكانها فين ومكتوبه صح في الكونسنت فورم، والعيان عارف هو هيعمل ايه. establish intravenous line، طبعا العيان لازم يخش غرفه العمليات وعنده كانيولا، على الاقل 2 كانيولا، والكانيولا دي لازم تكون big size كانيولا وفي مكان كويس، علشان المحاليل والحاجات اللي هياخدها اثناء، والتخدير اللي هياخده اثناء العمليه. بدي medication if prescribed، لو في certain medication
لازم ياخدها العيان قبل العملية على طول، ببدأ أديها للعيان طبعا according للدكتور order. بعمل انشور ان البيشنت ان كومفورت بوزيشن، وبريح العيان وبعمل له ري اشورنس واديله شويه سايكولوجيكال سبورت، لانه بيقعد قلقان وبيبقى خايف، وخاصه الفتره الصغيره اللي قبل ما يخش العمليه على طول دي. وكوميونيكيت البيشنت ايموشنال ستاتس تو اذر ابروبريت ممبرز. لو العيان ده بقى فيري ستريس وانكشوس وحالته صعبه جدا، لازم طبعا بعمل ريبورت للدكتورز او الهيد نيرس او التشارج نيرس علشان نشوف هنعمل ايه قبل ما ندخل العيان العمليه. كده احنا خلصنا الفيز الاولانيه اللي هي البري اوبرتيف فيز، وندخل على الفيز نمبر 2 اللي هي الانترا اوبرتيف فيز. واحنا عرفنا الانترا اوبرتيف فيز، قلنا اللي هي الفيز اللي بتبدا مجرد ما يبقى العيان على التيبل بتاع الاوبريتنج روم لغايه ما ابدا اترانسفير العيان للريكفري روم او اللي هي البوست انستيزيا روم. طيب ايه ممكن يكون الكير during الفيز دوت او الفيز ديت؟ النورسينج كير بتاعتي اول حاجه في المانجمنت او الكير اني بعمل maintenance of safety. safety او امان البيشنت is very very important during الاوبريشن او السيرجري. العيان بيبقى unconscious ومش حاسس بالدنيا ومش شايف الناس اللي حواليه و uncontrolled للصلب، فالمفروض النورس تبقى العين بتاعت العيان و she should maintain السيفتي بتاع العيان اثناء الاوبريشن. اول حاجه اول نقطه I have to maintain الاسبتيك والكنترول انفايرمنت. طبعا داخل العمليات داخل غرفه العمليات كل حاجه بتلامس البيشنت او بتلامس الوند بتاع البيشنت بتكون سترايل، يبقى انا احافظ على الاستريليتي بتاعت المكان. الانفايرمنت بتاعتي بتبقى كلها المفروض clean environment free from contamination. ال air بتاعي كل حاجة جوه غرفة العمليات ليها special environment. effective management لل human resources وال equipment وال supplies. طبعا مفيش داعي يكون في داخل غرفة العمليات crowdness وناس كتير ملهاش اي لازمة جوه الغرفة بتاعت العمليات، ده بيكون source of infection. بس ال human المفروض will contact مع ال patient وال operation وال equipment اللي احنا محتاجينها بس تكون داخل غرفة العمليات علشان خاطر ما يحصلش اي contamination. transfer patient to the operating bed او table. طبعا بقعد ال patient بتاعي على table بتاعت ال operating room او اللي هي اللي بيسموها سرير العمليات. position the patient مهمة جدا حسب نوع العملية، بعمل positioning لل patient proper positioning لل patient according to the السايت او مكان العمليه اللي هتتعمل، سواء العيان هينام على بطنه او على ظهره. لو العمليه على بطنه هينام على بطنه، لو العمليه في ظهره. وعندنا البيكتشر مديانا شويه صور للديفرنت بوزيشن. وانا بظبط العيان بحافظ على الفانكشنال الاينمنت، ما يبقاش العيان معوج، ما يبقاش دراعه واقع، ما يبقاش مايل، علشان كل ده بيأثر عليه بعد العمليات. بعمل اكسبوجر بس زي ما احنا شايفين للاريا بتاعت السيرجيكال سايت او المكان اللي هيفتح فيه الاوبريشن. applies grounded device. طبعا في جهاز بيحطوه اللي هو الكوتري بيحطوه او الدايثيرمي علشان ما يحصلش كهرباء للعيان. وطبعا نتأكد ان العيان مش لابس اي كلوزز خالص علشان ما يحصلش اي لمس او كهرباء. ensure that sponge needle and instrument وال counts are correct، يعني او الكاونتنج بقى عد الادوات
والشاش اللي هيخش والنيدلز دي very important for safety of the patient، علشان ما فيش حاجة تتنسي داخل بطن العيان او مكان الاوبريشن، ودي مهمة النرس والطبيب، والمفروض مع بعض بيعدوا السبونجز والجوزس والنيدلز والانسترومنت اللي استخدمت، وقبل ما الدكتور يقفل الاوبريشن او يعمل كلوجر سوتشرينج لازم يتأكدوا ان العدد اللي اتفتح هو اللي موجود وكله خارج العيان، وبعد كده بنقول للدكتور خلاص it's okay we can suture الوند. complete intraoperative document، طبعا كل حاجة بتحصل داخل غرفة العمليات، سواء العيان خد محاليل، سواء اخد بلاد، الفيتال ساينس بتاعه على المونيتورنج بتاع اللي هو الانستيزيا، نوع الانستيزيا، كم امبول اخد، كل ده بيحصل له، بنعمل له دوكيومنتيشن، بيتعمل له ريكوردينج وبيتكتب في الشيت بتاعه العمليات، ودي برضو responsibility of the nurse. طيب تاني حاجة في ال intra operative phase أو الكير بتاعي في during العمليات، اللي هي ال physiological monitoring، ومعناها إن أنا بتابع العيان physiologically، بشوف ال normal وال abnormal في ال cardiopulmonary data، اللي هي ال monitor العيان بيبقى على monitoring وبيبان فيه ال vital signs بتاعة العيان. بشوف إذا كان العيان هياخد فلويدز ولا بيفقد فلويدز، كل ده أنا زي ما قلت بعمل له دوكيومنت وبكالكوليت الفلويد انتيك دخله قد ايه وخرج منه قد ايه، بعمل ريبورت لو في اي تشينجز في الفيتال ساينز، وطبعا بيبقى مسؤول معايا في الموضوع ده الانستيزيا فيزيشن المسؤول التخدير، لانه لازم يكون قاعد جنب العيان وبيلاحظ المونيتورينج بعد ما العيان بيديله التخدير. Institute measures to promote normothermia. غالبا معظم العيانين اللي بيعملوا او الناس اللي بتعمل operation داخل ال operation room بيبقى في hypothermia، العيان ممكن يكون بردان، فانا بانستيتيوت اي measures اني احافظ على ان يبقى في normal temperature للعيان. لو حسيت ان العيان بقى هايبوثيرميك وكولد بدفي العيان، بزود اللينن على العيان او بن ادجست التمبريتشر بحيث ان احافظ على النورمال تمبريتشر بتاع العيان. كمان مهم جدا اني اعمل سايكولوجيكال سبورت للعيان بيفور الاندكشن اند after او لما يبدأ العيان يبقى conscious. before induction يعني قبل ما ادي الانستيزيا، ولما يبدأ نصحصح العيان ونخليه conscious، نصحصحه بعد العملية. provide emotional support to the patient، بعمل reassuring للpatient واطمنه واقول له ان انا معاك وما تقلقش واحنا جنبك. بقف stand near and touch the patient، احيانا ممكن طبعا لو allowed ان انا touch ال patient و زي ما بنقول نطبطب عليه كده ونحسسه ان احنا we are next to him او near to him، ولو في اي حاجة احنا جنبه. continuous to assess the patient emotional status، طبعا لغاية ما يبدأ التخدير العيان بفضل اعمل support لغاية ما العيان يبدأ يبقى. احنا كده خلصنا two phases وداخلين على الفيز الثالثة اللي هي البوست اوبرتيف فيز، وقلنا البوست اوبرتيف فيز بتبدأ من اول ما بعمل ترانسفير للعيان ووصله اوصل العيان البوست انستيزيا يونت او اللي هي ريكفري روم، لغاية ما العيان يا اما يروح اليونت وبعدين يكمل علاجه وبعدين ديسشارج
هي دي ال period أو ال we call it ال post operative phase. طب ايه المطلوب مننا بقى في ال post operative phase؟ أول حاجة when you are transferring the patient، يعني خلاص العيان خلصنا العملية والمفروض العيان دلوقتي اتعمل له سوتشر واتقفل الجرح واتعمل الدريسنج، المفروض العيان يتنقل يروح الريكفري روم او اللي هي الافاقة، غرفة الافاقة. طبعا قبل ما بيروح غرفة الافاقة دكتور التخدير بيحاول يصحصح العيان ويسمع منه اي صوت عشان يعرف ان هو اصبح يعني conscious. فبعد كده اثناء الترانسفير بقى وانا بودي العيان، مهم جدا اني انادي العيان باسمه، يا عم احمد يا عم محمد، اشوفه سمعني ولا لا. ممكن ما يردش عليك رد كامل ولكن يعمل صوت معناه انه العيان سامع. طبعا لما بودي العيان للريكفري روم في نيرسز تانية قاعدين مستنيين العيان يستقبلوه، بعمل كوميونيكيت للانترا اوبرتيف انفورميشن، كل حاجة حصلت للعيان داخل العملية بعمل لها ريبورت وبكلم النورس اللي هتمسكه واقول لها ايه اللي حصل للعيان. ستيت التايب اوف سيرجري، بحدد ايه نوع السيرجري اللي اتعملت له، ايه نوع الانستيزيا اللي هو اخدها، لو في اي فلويدز اخدها اثناء العمليات، اخد ميديكيشن اي حاجة، وايه الريسبونسز بتاعه داخل العمليات، كل ده بعمل لها ريبورت. ايه تاني بعمل؟ ديسكرايب اي فاكتورز حصل داخل العمليات، سواء كنا حطينا درين، ادينا بلاد، ادينا فلويدز، ادينا ميديكيشن زي ما قلت لكم، كل ده اي هاف تو ريبورتد او ديسكرايبد للنورس اللي في الريكفري روم. ديسكرايب اني فيزيكال ليميتيشن، لو كان في اي حاجه فيها ليميتيشن اثناء العمليه. communicate necessary equipment needs، يعني لو العيان ده محتاج انه اول ما يروح الريكفري يتحط على اكسجين، بقول لهم العيان لازم يتحط على اكسجين، لازم يتعمل له ساكشن، بقول لهم العيان لازم يتعمل له ساكشن، او اي بروسيجر المفروض تتعمل للعيان. communicate presence of family or significant others، لو انا عارفه ان العيان ده معاه فاميلي وقاعدين مستنيينه على الباب، ببلغ الريكفري نورس او اللي هي النورس المسؤوله في الريكفري ان العيان ده ليه ريليتيفز بره، ويا ريت يبقى في كونتاكت ما بينهم علشان يبلغوه ان العيان فايق، العيان صاحي، ويطمنوا الناس اللي قاعده مستنيه بره. طيب ايه تاني في البوست اوبرتيف فيز؟ عندي شوية assessment بقى، انا دلوقتي خلاص استلمته، انا دلوقتي recovery nurse موجودة في الريكفري واستلمت العيان، ابدأ تاني اعمل monitoring، انا خدت ريبورت كله من النورس اللي عملت له ترانسفير، باخد ابدا اعمل المونيتورنج للفسيولوجيكال ستاتس بتاع العيان، الفايتال ساينز، البلاد بريشر، البين اسسمنت، بشوف لو العيان بيتالم بديله اللي هو الانالجيسيك او البين ريليف، وطبعا ده بيبقى بريسكرايبد، موجود مكتوب عندي في الشيتس اللي خارجه من العمليات اني ادي العيان اي بين كيلر. طبعا مهم جدا I have to maintain safety للعيان، ال airway، ال circulation، و أرفع side rails علشان العيان ده ما يقعش و prevent ال injury، وممكن بحط العيان على oxygen، وزي ما قلت لكم لو محتاج suction بعمل له suction، لو محتاج fluid بحط fluid، بحط blood as طبعا doctor order. provide oral fluid لو طبعا العيان دوت، لو according طبعا to kind او نوع العملية، لو هي simple operation وممكن العيان يشرب بعديها بديله oral fluids، وابدأ اشوف طبعا اتابع العيان طول فترة التايم اللي بيقعدوا معايا في الريكفري، اشوف الكونشوس ليفل بتاعه، الريدنس، هل هو يقدر يتحرك، يقدر يمشي، يقدر يقوم، خلاص بقى فولي كونشوس.
وبعمل ريبورت على طول للدكتور. طيب دلوقتي العيان خلاص بقى فولي كونشس وحالته بقت ستيبل ومستقرة و it is the time انه يروح السيرجيكال يونت. انا بقى كنرس في السيرجيكال يونت محتاجة اعمل ايه لما استلم العيان؟ طبعا العيان ده ايزر في بعض العيان اللي هي ال one day surgery ممكن يروح البيت على طول، يعني مجرد حالة ستيبل والدنيا كويسة هيروح البيت. في حالة انه هيروح لليونت بقى السيرجيكال يونت وهيقعد فيها، نبدأ بقى نعمل له كلوز مونيتورنج للفيتال ساينز، للسايكولوجيكال ستيتس بتاعته، للسيرجيكال سايت، نشوف المكان الاوبريشن هل في بليدنج، الدريسنج بتاعه تايت ولا كويس، كل ده ببص عليه. بأسس البيشنت بين، بشوف برضو لو العيان بيتألم بديله بين كيلر او ريليف للبين. بدي شوية تيتشنج للعيان لو هو كونشس ويقدر يسمعني، بعلم العيان يعمل ديب بريزنج اكسرسايز. طبعا بفضل بعمل اسيست وبساعد العيان لغاية ما يوصل لمرحلة الديسشارج للهوم. وزي ما قلنا مهم جدا السايكولوجيكال ستيتوس بتاع العيان. assist patient with discharge plan، مجرد ما يتقال بقى ان العيان ده خلاص كويس وهيمشي بعمله discharge plan، و including في discharge plan ايه المديكيشن اللي هياخده في البيت، النوع الاكتيفيتي اللي هيقدر يعملها وايه اللي ما يقدرش يعملها، الاكل اللي ياكله واللي ما ياكلوش، وايه ممكن يكون الكير اوف دريسنج، ازاي بعمل دريسنج، هل في فولو اب هيجي يعمل دريسنج تاني في المستشفى ولا هيجي للموعد محدد علشان السوتشر ريموف. كده احنا خلصنا المحاضرة، اشكركم جدا واشكر حسن استماعكم، وأتمنى أن أكون أفدتكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم.